الله الرحمن الرحيم. اليوم بيكون موضوعنا عن الناس اللي ما تحب الأكل الصحي. شنو طريقة التعامل مع هذيل الناس؟ انتباهك ان احنا يوميا يمرون علينا بالعيادة ناس اللي من قبيل والله احنا ندري بفوائد بذور الشيا بس ما نحبها ما نستطعمها، او مثلا احنا ندري بفوائد الكينوا بس ما اشتهي الكينوا، كلش ما اشتهيها ولا احب حتى شكلها. زين وضعك طبيعي، منو قالك حبها؟ منو قالك لازم تاكلها؟ عادي تعيش حياتك وانت مستمتع بحياتك ورحلتك الصحية ونزول وزنك وامورك كلها بسليم بدون لا تاكل لكن ولا بذور شيء. انا مو نقاشي مع هذيل الناس اللي يدور اكله معينه ما يحبها ويركز عليها مثل بذور الشيا ولا الكينوا ولا غيرها من الاكلات. شخص يدور لك اكله معينه او نوع اكل معين ويقول لك هذا ما احبه، شلون بصير صحي وانا ما احب هالاكل الصحي واللي هبه وكل الناس تتحكى عنه؟ كلامي مو حق هالاشخاص، انا هالاشخاص حلهم بسيط، حلهم انه يبقى لا تاكله، امورك بالسليم بدون لا تاكله، بتصدق ما تبي تصدق شيء يرجع لك كيفك. كلامي اليوم عن الناس اللي اكل طبيعي مثل لحم، دياي، سمك، ربيان، عيش، خبز، يحبون هالاكل، يحب اللحم، يحب الدياي، ولكن ما يستطعم الاكل الصحي من اللحم، ما يستطعم الاكل الصحي من الدياي. بس مطاعم عادي، روح اخذ غدا 10 يوق كله اكل مطاعم ما عنده مشكله، بس هتعطي اكل صحي لحم دياي سمك، يقول لك ما في طعم، ما في فليفر. هني شنو المشكله؟ السؤال الاول، اول شيء هل ممكن نخلي طعم الاكل الصحي لذيذ مثل المطاعم؟ السؤال الثاني، اذا ممكن شلون؟ هل كيف؟ الجواب يا عزيزي تقدر تخلي طعم الاكل الصحي مو نفس المطاعم، الذ من المطاعم، خصوصا انك تعرف انه نظيف وصحي ومفيد وطعمه لذيذ، يعني اجتمعت عناصر مو موجوده اصلا بالمطعم. طيب شلون؟ هل كيف؟ مبين عندكم اني مبين استانس على هالكيف ولا مو مبين؟ علشان تخلي اكلك لذيذ ونفس المطاعم اذا مو الذ ويكون اكل صحي، اول شيء احرص ان اكلك يكون فيه توابل، كثر توابل، خلفي بهارات، حط بهارات باكلك. ليش تاكلون اكل ناشف؟ منو قال الصحي معناته ناشف؟ حط بهارات وكثر بهارات. اثنين، احرص انك تستخدم الصلصات بانواعها، اي صوص تقدر تستخدمه، وحاليا كل صوص تحبه او كل صوص يدش مزاجك موجود منه صحي في الجمعيات الصحية، كل انه اي صوص ببالك، اي صوص روح طب وتخير. ولكن لا تطيح بغلطة انك تشتري الصوص اللي فيه زيرو كالوري، بعض انواع الصوص اللي زيرو كالوري يكرهك بالصوص بكبره، ما له طعم، طعمه كأنك داش مختبر كيمياء وخالط لك كم شغلة وقاعد تاكلها وتبلعها. فالزيرو كالوري اللي مكتوب عليه صوص فري اوف كالوري، ما اقول كلهم ولكن عن تجربة، عن واحد مجرب وايد انواع منهم، راح تلقون انواع تكره الصوص الدايت منه ولا تطيح فيه. اول شيء يعني مثلا اذا خذيت صوص فري اوف كالوري اول تجربة لك وطلع هذا النوع اللي تعبان وطعمه وريحته كلش استغفر الله الله يزيد النعمة، راح تكره كل انواع الصوص الدايت. وصلت؟ فاحرص ان صوصك صحي مو شرط زيرو. ثلاثة، ضيف حق أكلك الصحي كاتشب دقوس. تدرون في وايد منكم بالمطاعم ما يدري شنو طعم اللحم من كثر ما البرجر أو الصمونة اللي ماكلها متروسة دقوس أو متروسة كاتشب، ما يدري شنو طعم اللحم بس لذيذة. أنت إيش قاعد يأكل؟ وقاعد يأكل كاتشب أو قاعد يأكل دقوس ولذيذة لذيذ طايح له أبو الشباب. أصلا خلوا لك لحمة المطعم خالية كذي بدون دقوس بدون كاتشب بدون سوسز بروح يمكن ما قدرت تأكلها. بالمثل نفس ما تقول عن المطعم لذيذ، اترس صمونتك كاتشب او دقوس. يعني عادي ناكل كاتشب ودقوس؟ انا ايش قاعد اقول؟ وتيني اسئله كذي، والله يا جماعه تيني اسئله كذي، يعني عقب ما اخلص الفقره اقول لكم ترسوا الصمونه كاتشب او دقوس، ينقز لي واحد يقول يعني عادي اكل كاتشب؟ لا اله الا الله. اربعه، خل اكلك الصحي شكله مريح للعين. يعني لما تشوي خلي خطوط الشواء هذه تبين على سواء الصمونة أو اللحم أو الدياي. أنت بالمطعم ترى يغريك وايد خطوط الشواء هذه، حتى بالصور المطاعم يحطوا لكم متعمدين مو صدفة خطوط الشواء. فأنت لما تطبخ سوي نفس الحركة، شويها لدرجة أن تطلع خطوط الشواء بالصمونة بالبرجر باللحم بالستيك، شكلها يصير أحلى بالنظر وغالبا تكون مستوية لدرجة أفضل. بالطرفين يعني وين وين سيتويشن، مفيدة هني وهني. الحين في واحد يقول لك مثلا ما بيها مستوية لدرجة انه محتاج
وايد او محترقه مثل المطاعم بعضهم يحرقون بزياده هذا الشيء يرجع لك. بس شايف مراجعين عندي يقول لي انا ما احب اسويها بالبيت مسويه وايد وبالمطعم حد يطلبها مسويه وايد. يعني اثبت على حاله شلون. فخطوط الشواء غالبا غالبا تحلي الاكل من حيث الطعم والشكل. النقطه اللي بعدها ما ادري وين وصلنا 4 ولا 5 زين اكلك، زين اكلك الصحي، حط فوقه رمان، حط فوقه نعناع، اشتر نعناع، اشتر رمان للتزيين وراح تاكله. يعني هم تزيين وهم شيء مفيد. لان في ناس يقول لك والله انا اشوف المطاعم لما يحط رمان ونعناع او بقدونس يصير شكل الاكل حلو وطعمه ألذ بعد، يعني شكل وطعم. طيب ما انت تقدر تسوي نفس الشيء، الموضوع كله بيكلفك كم نعناع ولا بقدونس؟ ربع دينار شاري نعناع شده وبقدونس شده وريحان ولا 200 فلس. بس شكل الاكل وايد اجمل بالنظر وبالطعم الاثنين. مقولة قريتها في إحدى المجلات العلمية، هي مو دراسة، هي مقولة حاولت أبحث عن مصدر ما لقيت. المقولة تقول إن إذا زينت أكلك الصحي، إذا زينته وصورته حطيته بسناب أو إنستغرام، أنت اللي مسوي وأنت اللي مزينه والطبق شكله حلو، أنت راح تشتهي تسوي أطباق صحية أكثر، وراح يشجعك تطبخ حق نفسك وتزين أكلك الصحي أكثر، وتصور بتحط وتصور وتحط بسناب إنستغرام أو ربعك تدزهم أو تحط ستوري. فتشجع نفسك بنفسك. ايضا من الشغلات اللي تحببك للاكل الصحي وانك تاكل اكل صحي وتستمر كلايف ستايل، مو اكل باصج، مو شاد حيلك اسبوع او اسبوعين او شهر وتهد كل شيء، احنا نبي لايف ستايل. قلت لكم يا جماعه انا من 10 سنين وانا ردد هالجمله ولليوم وللابد. الاكل هدفنا منه كنظام غذائي انه يكون لايف ستايل، اسلوب حياه، مو يومين، مو اسبوع، مو شهر. فشلون تخلي لايف ستايل يستمر معك؟ انه مريح لك، مريح نفسيا، تستانس وانت تسوي، تستانس وانت ماشي بالنظام، تستانس وانت تطبق النظام. فعلشان كذي قاعد اعطيكم تركات تخليك تستمر، مو تقول والله لا بس انا عادي اكل اكل باصج ودياي مشوي وبس شوكه وقز وكل. زين حجي احنا قاعد نتكلم عن استمراريه، مو بتشد حيلك يومين، في فرق. من الشغلات اللي تحببك بالاكل الصحي وتخليه يستمر معاك اضافه الاجبان للاكل. الاجبان بانواعها، الجبن مثلا تحط سواء كمان جبن مثل فيتا او الجبن السلايس، بتحط جبن سلايس على البرجر، على اللحم، على الدياي، على الصمونه، او بتخلي الجبن مثل الموزاريلا اللي يسيح، كيفك. بس الاجبان تخليك تستمر على النظام باريحيه وانت مرتاح. انواع الاجبان، لا بس الجبن هذا السلايس قالوا عنه بلاستيك وما ادري شنو وخرابيط ويضر ويجيب سرطان. اللهم طولت يا روح. يبا انا غلطان، لا تحط جبن، لا تحط انت بروحك، لا تحط جبن، باقي متابعين يحطوا. حط اللي بعدها ما ادري وصلنا 7 ولا 8، اضف الكربوهيدرات الصحيه الى اطباقك. يعني مثلا سويت لك طبق اقدر اخذ معاه خبز ابيض او اسمر، شنو احط؟ خبز اسمر. زين اقدر اخذ خبز اسمر او خبز اسمر عالي البروتين، عرفتوا هذا خبز بروتين؟ اي هو افضل؟ خبز بروتين. زين خبز بروتين اقدر مع حبوب واقدر بدون حبوب؟ لا اخذ خبز بروتين مع حبوب الكامله. طيب فكل ما تضيفون خيارات صحيه اكثر كل ما يكون هذا العائد على صحتك افضل. طيب في سؤال بهالخصوص يتكرر وايد، يقول لك انا اطباقي صحيه ومتكامله، يعني احط سلطه واحط دياي واحط مصدر كربوهيدرات واكل يعني طبق متكامل، طبق صحي فيه دهون، فيه كربوهيدرات، فيه بروتين، كامل متكامل. لا وفي بعد يمكن مشروب دايت او شيء فوقه. مع ذلك احس بدوخه، احس بصداع، احس انه في شيء غلط، وين الناقص بالموضوع؟ مو انا حاط مسوي طبق متكامل، شنو الغلط؟ وين الغلط بعد بالموضوع؟ يلا قلتوا لنا شيء متكامل سوينا، ايش فيني احس بدوخه وصداع؟ انا اقول لك وين الغلط بالموضوع وليش قاعد تحس بدوخه رغم انك قاعد تاكل اطباق متكامله. الكمية شوية ما تناسبك. لو الكمية تناسبك مستحيل بتحس بدوخة وصداع وراسك يلف والدنيا قاعد تدور، مستحيل. زيد الكمية، لا تقولي بس والله الكالوري يا حبيبي يا بابا، جسمك قاعد يدزك إشارات أوضح من شي. شو يسوي؟ يطيحك عشان شو يسوي؟ أوضح، خلاص جسمك قاعد يدزك إشارات الكمية مو مناسبة، زيد. بس انا زدت وهم حسيت انه بعده في زيد بعد، بس هم زدت وزيد بعد، زيد لين تروح الدوخه. وصلت؟
ولا انا اتكلم هندي ولا تبون بعد اوضح اكثر واشرح؟ واضح ناس ترى حتى مراجعين لاحظت من اول زياره لما اساله شنو تاكل شلون طبيعه اكلك الاحظ انه بالبدايه اكله اكل طيور، بعدين يقول انا استوعبت ان اكلي شويه اكلي اكل طيور شويه، فشي يسوي؟ يسوي له اكل مال طيرين، يعني اول كان مال طير واحد صار مال طيرين. حجي انت شلون بتشبع باكل الطير ولا طيرين؟ انت يبين لك اكل قبيله الطيور عشان تشبع من الاكل اللي قاعد تسوي حق نفسك هالكميه. في ناس يا جماعة أكلهم شوية حيل لدرجة أنه لو يأكل دبل الكمية دبل الكمية اللي يأكلها هم بعد شوية. تخيلوا. أتمنى تكونوا استفدتوا في موضوع اليوم. اليوم ما كان لي خلق أنزل إنستغرام فحطيت حرتي بالسناب، باكر إن شاء الله نرجع حق الإنستغرام إذا الله كتب لنا. نقول مني لي باكر إذا الله كتب لنا عمر نلقاكم على خير وتصبحون على ألف خير وصحة وسعادة وفرحة وسرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة للتذكير، اليوم السبت ويوم الثلاثة راح يكونون آخر أيام عمل لي بالكويت قبل السفرة، فأي مراجع عندي يبي يوم السبت اللي هو اليوم أو يوم الثلاثة الساعة 5 مساء حياه الله، أو أشوفكم بعد السفر أثناء فترة سفرتي لحد يقول لي جيت العيادة ما لقيت أحد وينك فيه، هذا التنبيه الثاني وأعتقد راح يكون الأخير. ما يصير كل يومين بعد ننبه بعدين تيوني العيادة وتقولوا والله ما قلت ما ندري ما درينا، لا عاد يصير الموضوع بملل.